من الأصول التي تجب فيها فريضة الزكاة إذا تحققت فيها شروط الزكاة الأصول النقدية السائلة، وقد ذكرنا في لقاء سابق جملة من أمثلة هذا الأصل الزكوي، ويلحق به من الناحية الشرعية أصول أخرى قد تأخذ أحكام النقود في الزكاة. منها على سبيل المثال إذا كان لديك حساب توفير لدى بنك إسلامي، أو كانت لديك وديعة لدى بنك إسلامي، فهذا الأصل وما نتج عنه من أرباح تجب فيه الزكاة إذا تحققت شروط الزكاة الشرعية. نادي الاقتصاد الإسلامي لكل طالب علم يبحث عن التأصيل والتميز.